ايفرتون اسقط تشيلسي بالثلاثة في المباراة الأولى للمدرب دانكن فيرجسون، ولاعبي ايفرتون مش ايفرتون ظهروا بشكل متحمس جدا، وتحس ان هم كانوا سخنين جدا في المباراه وكان الحماس عالي جدا، بس اذا عرف السبب بطل العجب، لان يا سيدي الفاضل اللي كان بيدربهم في المباراه دي مش شخص عادي، لا ده كان لعيب بلطجي قوي دانكن فيرجسون، ده راجل قبل كده نطح عسكري ومره ضرب مشجع واتحكم عليه بسنه سجن مع ايقاف التنفيذ، وبعد كده في مره ثالثه بقى ما اتعلمش الدرس فضرب لعيب من الفريق المنافس جوه المباراه ونطحه عشان يتحكم عليه بثلاث شهور سجن، وفعلا نفذه. بنوصل مع فقرة اسأل عطا، وزودنا شوية عدد السئلة نقدر نرد عليها، لكن اعذرونا يا جماعة الأسئلة بتبقى كتيرة والوقت محدود جدا. ايركون بيسأل هل سباليتي يناسب اسلوب ارسنال؟ مش حاسس ان هو ابجريد كبير بصراحة. عبدو دمان بيقول ما هو توقعك لنتيجة الكلاسيكو؟ اعتقد ان برشلونة هو الأقرب. واي اس ار 8 بيسألني ليه ما بيعتمدوش على مدربين وطنيين في الدوريات العربية؟ يمكن عشان الأجانب أحسن؟ صالح هويت بيقول لي هل مستوى شباب البارسا كان مميز أم رعونة نادي الإنتر وعدم استغلال الفرص هي اللي أبرزت مستوى الشباب دي؟ أعتقد خليط بين الاتنين. نوتورنيس بيسألني عن مستوى توخيل، أعتقد فكرة إقالته صعبة جدا، لكن كمان حتى الآن مشكوك في إمكانية الفوز بدوري الأبطال خاصة بعد مباراة الريال. سيفن اب بيسألني عن ابراهيموفيتش، هو اضافه لميلان لكن ممكن تعمل مشاكل بسبب ان هو بينتج صعب جدا يكون هما الاثنين في الملعب. احمد صالح بيسألني عن افضل طريقه لاختيار المدرب، اعتقد ان انت بتشوف عينه اللاعبين اللي عندك ومين المدرب اللي يعرف يديرهم بشكل كويس قوي، ولو عندك طلبات خاصه بخصوص اسلوب اللعب تنقي مدرب ينفع للاسلوب ده. اسامه احمد بيسألني عن موقف روسيا من اليورو بعد ايقافها بسبب المنشطات، لا الايقاف لا يسري على يورو 2020. داود بيسألني سواريز ولا بنزيما، رغم دفاع المستميت عن بنزيما لكن سواريز افضل. عمرو الشاروني بيسألني مين هيكون نجم الكلاسيكو الاول، كالعادة ممكن يكون ميسي وكالعادة ممكن تير شتيجن. وبعد أسئلتكم الظريفة دي نوصل لنهاية الحلقة، ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب بتاعت اكسترا سبورت عربي، كنت تشترك في حسابها على الانستجرام، وكمان تنورني في حساباتي على التواصل الاجتماعي، واشوفكم على خير الاسبوع الجاي. سلام.